هذه الحلقة الثالثة من رحلتي الاستكشافية للفلبين. في هذه الحلقة إن شاء الله بطلع رحلة بحرية، ولكن هذه الفيديو رحلتي كاملة قسمتها لقسمين. القسم الأول في هذا الفيديو إن شاء الله، والفيديو القادم بيكون الحلقة الثانية، وأتمنى الاستمتاع. يا إخواني اللي ما ضافني على سناب شات موضح بالشاشة، ضيفني على سناب شات وإن شاء الله في فعاليات وتغطيات بدولة الإمارات، وأخليكم مع هذا الفيديو. صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين من بركاي. اليوم صحينا الصبح والله الحمد والسواكن، ولا تريقت لأني متأخر وخدت اليوم رحلة لفة على الجزر كاملة. إن شاء الله نمتعكم ونتمتع احنا أيضا برحلتنا إن شاء الله إلى الجزر. وياي هذا اللي خدته عندهم الرحلة، خدته ب800 بيسو، يعني تقريبا 70 درهم، رخيصة والله العظيم. في بوكيت في تايلاند تقريبا خدناها ب300 درهم. هني في بوركاي خذنا هالرحلة، هاي شبيهة يخليك تمر على الجزر ورحلة بحرية، يعني 70 درهم. بس صراحة ما هو حول يصير اتريق، يلا مو مشكلة ان شاء الله نلقى له شيء على الاقل ناخذ لنا كوفي شيء. جينا قسم الأنشطة الشاطئ الثاني، شوفوا ما شاء الله العالم. هذا اليوم الثاني لي أنا هني. هذا فترة الصباح كلها أنشطة عندهم، باراشوت، غوص، رحلات بحرية. المهم أول رحلة لي أنا كانت رحلة جولة على الجزر. هذه القوارب في مناطق ثانية شوية أكبر تكون، يعني نفس هاي نفس القوارب اللي جابنا من الجزيرة هذه للجزيرة هذه. ما شاء الله العالم كله تتري عشان رحلات، هاي العالم تتريا بس يدوب لي شيء اكله. يجتمعون في مكان واحد. احنا شكلنا مركب هذا الاصفر. ركبنا الرحلة في هذه الروح يعطونك اللايف جاكيت، سفينة عادية يعني. نبدأ الجولة إن شاء الله نمتعكم، إن شاء الله راويكم الحدث أول بأول، نقطة بنقطة.
توقفنا هني أول محطة في غواصة خفيفة عندهم. كلهم واقفين هني عشان يسوون غواصة. مو بغواصة غواصة يعني، بس إنك أنت تشوف هني القاع، تشوف القاع. بحاول أنزل إن شاء الله وأصور لكم بالجو برو. هذا يعني يعدلون الموقع لهذا بالعصا هذه، يعني بس انا مستغرب من سفنهم عليها اجنحه. مثلا في تايلاند عليها جناح واحد، هني جناحين على طرفي السفينه. والمنظر حلو. بعد ما خلصنا السباحة جينا كريستال آيلاند، هاي يسمونها كريستال آيلاند. فيها مثل الكهوف تقدر تسبح هناك وبعض التمشي. أنا ما بغيت أدخل داخل، جلست على الشاطئ حتى الظلة هذه وناس تطلع وتدخل وما فيني بعدني على السباحة عشان أرتاح جسمي. المهم مثل ما تشوفون السفن موجودة، كل واحد يكمل فترة ويطلع. يعني أنشطة عندهم، بس أنا قاهرني هالسفن هذه ليش عليها أجنحة؟ وما دي بطيئات هذيلة مقارنة بتايلاند، بطيئات جدا يعني على البراد تمشي. وما عندهم نفس اليخوت الصغيرة في تايلاند، إذا طلبت اليخوت الصغيرة تيك يخوت صغيرة. بس جوهم عليل، يعني مو بحرارة اللي تحرق تحس أنك عرقان، لا 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 برودة. والسياح معظمهم من تشاينا واليابان، ترى على ما أعتقد أنا العرب الوحيد هني بينهم الحين. شوف حاليا كنا برحلة بحرية وجينا كريستال آيلاند. حاليا في كريستال آيلاند، بغيت أراويكم شيء صراحة عجبني كثير. أراويكم شيء، صفاء المياه. شوفوا حين على الشط حن، أراويكم. شوفوا الماي كيف صافي. والله مساعة سبحت أنا براويكم بالجو برو. براويكم بالجو برو صراحة. المنظر تحت الماي، تشوف الأحجار، تشوف السمك الصغير، وهذا روعة صراحة. قاعد الحين أتمشى هني. هاي كريستال آيلاند، عندهم بعد انستغرام هني كريستال. هذا وين عندهم هاي، توقف هني وتصور، يسمون لعمارهم دعاية. المهم خلوني أراويكم الحين. ما أدري إذا الصوت بيطلع ولا لا، ولكن باخذ لفه
مو بداخل الايلاند، انا داخل الايلاند يقول لك اذا بتدخل داخل عندهم نفس الكهوف لازم تدخل داخل وتسبح وهذا. وانا صراحه سبحت مره واحده وما فيني على السباحه مره ثانيه، بدخلني كذا بس براويكم الناس يوم تدخل وتطلع. هذا هاي الناس تي بالقوارب هذه اللي يجي واللي يروح، يعني هاي اكتيفيتي نهارية مثل ما يقولون. الواحد في بوراكاي في النهار بس يكون يتجول بين هذيل الجزر ويسوي انشطة بحرية، وبالليل كوفيات ومطاعم. يعني اللي بيجي لازم يسوي له جدول بكل الاشياء الحلوة اللي بيسويها هني. وهذه اللي مثل ما تشوفون خلفي كريستال ايلاند، تدخلها هني ويدخلون كهوف ما كهوف. قلت ما فيني، قلت خلني اتم على الشط هذا وراويكم هالمناظر الحلوة. شوفوا قوارب جميلة جميلة. الحين باخذ لكم كم صورة الحين من هالمناظر الحلوة اللي موجودة هني.